الموقف الخليجي تجاه لبنان أشاع جوا تفاؤليا، فهل سيستعيد لبنان موقعه الاقتصادي في الخليج؟ قراءة لرئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية إلي رزق. ما في شك بشكل خطاب المملكة العربية السعودية ردا على البيان اللي أعلن عنه دولة الرئيس نجيب ميقاتي بشكل خطوة إيجابية برحلة الألف ميل لإعادة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين إلى سابع عهدها، ولكن علينا كلبنانيين أن لا نفرط الكثير من التفاؤل لأنه ما زال هناك العديد من الخطوات الحثية التي يجب على الحكومة اللبنانية أن تستمر بتنفيذها. طبعا الحمد لله اليوم تم إنجاز العديد من الإجراءات على المرافق الشرعية، وتم الحد من الكثير من عمليات التهريب من حبوب الكبتاجون او المخدر الى المملكه العربيه السعوديه، وهذا شيء ايجابي تشكر عليه الحكومه اللبنانيه ومعالي وزير الداخليه، ويشكر عليه جميع اللبنانيين اللي توافقوا على مبدا انه لبنان ما بده يكون ممر او معبر لتهريب المخدرات. واليوم ما زال العديد من الخطوات كمان ان لا يكون لبنان مصدرا لتصدير قوى تساهم بزعزعه امن دول مجلس التعاون الخليجي، ولينا نحن على التاكيد على النقي بالنفس، ونحن دائما بنقول ان نحن بدنا نكون على افضل العلاقات مع كل الدول التي تربطها علاقات اخويه وصداقه الا مع العدو الاسرائيلي، وما بدنا نحن نعادي السعوديه كرمال ايران، ولا أكيد أن عادي إيران كرمال السعودية. إذا تم التوافق الوطني والسياسي والتأكيد على هذه الثوابت أكيد ستشهد عودة السفير الوليد البخاري إلى لبنان، مرحب بها، وهذه كمان خطوة إيجابية تضاف إلى الخطوات الإيجابية اللي نحن نأمل